زبست يا جماعة، زبست. طيب زبست مع الكباتن كابتن أحمد سليمان والكابتن علاء ميهوب والكابتن إكرام. كرر الموضوع ده كتير، معلش الموضوع ده غريب. يلا كله يلا بيجمع على الحضري. حضري 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 حضري. المهم الاثنين دول جبتهم لي في اخر حلقه معاك. احنا من قلت لك الحضري عشان عشان البطولات. طيب اللي حققها. يبقى الحضري. لا وفنان كمان. يلا يا وليد. طيب احمد فتحي الكابتن ابراهيم حسن برضه جت قبل كده. اي ده هو هم حسن شحاته قال حد غير احمد ابراهيم حسن. احمد حسن كان يجي يقعد جنبه. ابراهيم ابراهيم ها احمد فتحي. لا ابراهيم ابراهيم. يبقى ثلاثة ابراهيم حسن. ماشي معلش ابراهيم. اه اللي بعد هم برضه هاني رمزي وائل جمعة. ما هي دي النسخة المكررة. اتفضل. اه دي نسخة مكررة. اتفضل يا كابتن. وائل جمعة ولا هاني رمزي؟ وائل جمعة. وائل جمعة. وائل جمعة. وائل جمعة. وائل جمعة. وائل جمعة. ثلاثة وائل جمعة. ربيع ياسين واحمد رمزي. ربيع. ربيع. احمد رمزي. ربيع. ماشي. اهلي وزمالك رسمي. لا خالص. لا والله. ماشي. لا احمد رمزي كان بيعمل كروس بالشمال وربيع ما كانش بيعمل كروس بالشمال. طارق حامد حسني عبد الرابي. حسني. 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 اثنين. ما ينفعش. ما عشان انت اللي جايب طارق حامد. اه طب حسني معايا منتخبات يعني. طيب. طارق حامد. طارق حامد. ماشي. 2-1. عمرو زكي عماد متعب. اه غيرنا اهو. ها. عمرو زكي. عمرو زكي. متعب. 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 ده ما كده في ظلم اتنين زائد اتنين. طيب عليك. طب انت زملكاوي. هخليك بقى هنا. انا زملكاوي. هتنكر؟ اوبا. هتنكر؟ فضحك. ايه؟ انا ما اعرفش انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا راجل ده راجل محايد يا جماعة العمر. محايد. بحب الاهلي وبحب القرار ده كله. طاهر الدراويش. طاهر ابو زيد عبد الستار صبري. ها طاهر. طب مارادونا. 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 ثلاثه. طاهر. اه مارادونا. طاهر. اللي بعده كابتن احمد سليمان بينتقم منه. طيب اللي بعده ده بيحبك قوي. كابتن احمد الكاس كابتن حازم. لا مفيش نقاش احمد الكاس. اه سؤال إيه مالك في ايه؟ لا سؤال ما تقول. لا 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 سؤال محايد. ايوه يعني ايه؟ لا لا معلش يعني ايه ما فيش نقاش؟ احمد الكاس. انا ده على دماغي من فوق بس خلاص. لكن برضه انت يعني حازم امام. انا مالي؟ انا بتكلم على واحد انا شفته. لا اصل انت قلت يعني ما فيش نقاش. ده ما فيش نقاش بالنسبه لي. اه ماشي بالنسبه لي انا. آه. ماليش دعوه برايكم انتوا. انا مالي؟ كل واحد ليه رايه. كل واحد. احمد الكاس. انا بس الكلمه احمد الكاس. ها كاسه. كاسه اهو. ثلاثه كاس اهو. غلبت انا؟ لا خلاص انا ما بس مقارنات صعبه يعني. شادي محمد فتح الله. شادي. شادي فتح الله. فتح الله. حاسس شهاده لفتح الله. ماهر همام. ماهر همام. ماهر احسن من التاريخ. لا وضحت. لا وضحت. هو مش مقتنع بالاثنين صح؟ بص دبسك على طول. طب انا طب اقول له ايه؟ انا لو اتكلمت قلت شادي هيقول لك بص ما في ظلم عشان الاهلاويه. يا كابتن قول اللي يملي عليه ضميرك. وانت اللي خايف من حد يمسك حاجه ولا ايه؟ كابتن اكرامي وحش افريقيا. قول اللي عايز تقوله. اتفضل. ها؟ بخاف. ممثل بقى معانا ممثل. الله كان بيمثل حلو اقسم بالله. انت ما استمرتش ليه في التمثيل يا كابتن؟ والله العظيم ده انت كنت بتمثل حلو قوي. الحمد لله. لسه متفرج لك على الفيلم اللي هو رجل فقد عقله؟ اللي يا رب ولد؟ لا اللي هو مع عادل امام و رجل فقد عقله. راجل فقد عقله مع الله يرحمه كابتن فريد شوقي. الله يرحمه. ده في ناس كتير الله يرحمه. كابتن فريد شوقي ولا كابتن فريد شوقي؟ ما كابتن برضه. اه والله كان حاجه كنت بتمثل. الحمد لله. لا والله احلى لقطه خليني في دبيست بقى عشان نبقاش الذكريات دي. لقطه ابو سمير غنم اصلته مخلينا جبته يقعد معانا جنبينا. لا ده فيلم تاني. ده فيلم تاني. ده بقول لك احلى لقطه لكابتن اكرامي. عمل فلوس كتير من السينما. طيب ابراهيم. ابراهيم سعيد وهاني سعيد. يلا يلا يا كابتن. انا ابراهيم. 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 ماشي. اللي بعده بركات احمد حسن. هو ده احمد حسن؟ اه
بس قلب على حسني عبد الرب. على الله واحد ما اقولش احمد حسن. ده قلب على حسني عبد الرب. قلب على حسني شويه. حسه ربعك. على الله واحد ما اقولش احمد حسن. يلا يا كابتن قول. نعم ده انا يتقبض عليا احمد حسن. احمد حسن. احمد. لا انا في رايي بركات. بركات. طيب انت برق لي انا مات. لا. بركات بركات. احمد حسن. مجدي طلبه زيدان. 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 ها؟ زيدان. 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 بعد يا نهار ابيض مش عارف انتوا جو بقى وصلت مين ومين؟ واحد طيب واحد خطيب وصلاح لا طبعا ما يعني اولا مقارنه ما تنفعش لا ازاي لا ازاي لا ازاي لا طبعا لا معلش لا كل البعد طبعا يعني مش ده اسطوره وده اسطوره لا ما انا وانا بقيس ده اسطوره وده اسطوره انا بقيس طيب ما كانش صلاح ولا الخطيب ما لا ما ينفعش انا مش هجاوب الموضوع هو كابتن اكرام اوبجيكشن محمد صلاح طبعا طيب مش جابوش ليه لا لازم انا مش عايز اجاوب لا لا كلنا جاوبنا كلنا جاوبنا لا لا حد من الاثنين في واحد بالظبط يبقى انتوا عايزين محمد صلاح ومقصورين بكابتن الخطيب انت خليك انت مش جبت اجابتك انت براحتك انا عن نفسي لا واحد واحد ما ينفعش ما ينفعش اه انت جاوبت يعني مثلا اقول لك حاجه يا كابتن معلش هقول لك حاجه حسن شحاته ولا فاروق لا 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 وكابتن الخطيب كابتن حسن شحاته هتختار مين؟ حسن شحاته طبعا حسن شحاته اعظم لعيب جه في تاريخ الكره المصريه لا اعترض بقى قول بقى زي ما انت عايز معلش قول زي حسن حسن حبيبي وزي حبيبي كل اعظم لاعب جه في تاريخ الكره المصريه لا معلش 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 الخطيب خير من انجابته الملاعب المصريه لعب كل المراكز وخد بطل اسيا وبطل افريقيا احسن لاعب في اسيا وافريقيا اشرب شويه كوبايه اشرب بقى زي ما انت عايز احنا نظهر قاعدين للفجر النهارده لا ما هو انتوا حرين ما انا بقول مميز ان الكابتن الخطيب حاجه يعني لا انت انا بقول لك فاضل اسكار نصها في الامتحان حسن حبيبي وزي الفل وبكن له كل احترام وبعدين اصل ده في مكان وده في مكان بصراحه لا بس الاثنين ما هو ما احنا بنقول الافضل بالنسبه لك يعني انت ممكن مثلا كابتن احمد سليمان بيحب حسن شحاته كابتن حسن شحاته ده حاجه يا جماعه ما اختلفناش عظمه ده راجل لعب حارس مرمى حاجه يعني بصراحه وراس حربه وفن الملعب ما حصلتش فده احسن لاعب في اسيا واحسن لاعب في افريقيا طبعا لا في ايه انتوا بتتكلموا في ايه اسمع انا عندي مشكله مع الاثنين طبعا انا لبست 14 عشان كابتن حسن على فكره مش انت بس وغدا وكابتن خطيب ده انا رقم 10 فانا انتوا بتهزروا ولبست والله العظيم يعني بقول لك ايه حسن شحاته ماتشاته في اسيا ما تقوليش ما شفتوش انا كابتن حسن ده مجنون بيه بس كان حاجه يعني. لغايه دلوقتي بيتغنوا في الكويت اصل انا كنت بتفرج على الزمالك عشان اتنين يعني اعتراف بقى بالمره كابتن حسن كابتن فاروق جعفر كنت بتفرج في ماتشات الزمالك وانا كنت لسه ماشي في الاهلي ماتشات الزمالك كنت بتفرج عليها مخصوص فكابتن حسن كابتن فاروق لحقت حد فيهم؟ الاثنين وهم بيلعبوا اه ليه ليه لا ما لعبتش في الملعب ليه الهدف الشهير لا 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 اه كنت لسه طالع 82 لا بس شكله صغير لحقت لسه طالع طب مين في الملعب ابهرك بقى غير بره يعني لا وانت بتلعب بقى في كابتن حسن كابتن حسن لا لو جيت تقارن بين حسن وفاروق لا حسن طبعا هما الاثنين طبعا جامدين لا 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 بص جامدين جدا كابتن حسن لا مش هنقعد بقى نزوق لا مش بزوق انا بقول كابتن لا كابتن حسن كان لا كابتن حسن حاجه في كره قدم ما تتكررش طيب يلا اللي بعده تاني لسه هو في لسه لسه ما انتوا وقفتونا عند الغي بقى يا جماعه الباقي لا ما خلاص يلا لا الغي ايوه ليش بعد قلت يا كابتن حماده صدقي كابتن هشام ياك يلا انا حماده صدق طبعا حماده صدق انا متحفظ بقى ليه بقى اشمعنى؟ اشمعنى؟ ايوه لا براحته صح ده زمالك وده ايوه ليه خلاص هو ليه زميلك ده صديقك لا حماده صدق حماده صدق ها حماد ثلاثة حماد اللي بعد شفت انا بقى شفت انا قول الحق ماشي خلاص كفايه كده طب ما النتائج بتقول محمد صلاح الايه؟ النتائج بتقول محمد صلاح كفايه كده طب كابتن اكرامي قال الحضري عن شوبير طيب احنا كان عندنا تصفيات اسيا خلصت النهارده اللي هي الادوار التمهيديه نشوف مع بعض كده الجداول جداول كاس الامم عايزين نبارك لليد عايزين نبارك لليد جداول كاس الامم الكره دي مظلومه اسيا مع افريقيا الاسيويه وعايزين نبارك ايضا لمنتخب مصر في كره اليد منتخب مصر صعد للمباراه النهائيه كسب تونس النهارده 30-25 وايضا الجزائر اتغلبت على كاب فيردي عشان مصر تقابل الجزائر ان شاء الله يوم السبت القادم في المباراة النهائية وطبعا مصر احنا عارفين